كوره بقى، شويه كوره للناس اللي بتحب الكوره، وخصوصا كاس الامم الافريقيه. كلنا الحقيقه بنقول يا رب مصر تكسب، لانه يعني لا اخفي عليكم يعني انه يعني لا الناس متضايقه ولا الناس مبسوطه قوي، يعني الناس عايزه بصراحه كانت نتيجه افضل ولعبه احلى وتكنيك اعلى وتلاقي، لكن في النهايه احنا يعني علينا ان احنا نفضل ورا منتخبنا وان شاء الله نقدر نحقق حاجه. من ساعات قليله جدا النهارده اتحدد المنتخب اللي هيواجهنا في دور ال 16، وهو منتخب كوت ديفوار المرعب، هم بيسموه كده، وده بعد فوزه على منتخب الجزائر 3-2 مقابل هدف في المباراة اللي احنا شفناها. وطبعا كان الأداء أدائهم الحقيقة يخوف أي فريق، يعني الكورة هو زي ما انتم شايفين ويخوف أي منتخب، وهم قادرين على الفوز في أي منتخب وإنه يتجاوز كل شيء. خلينا كده يعني نعرف مزيد من المعلومات ونشوف وضعنا ايه بقى قدام كوت ديفوار. يعني احنا عدينا يعني الدنيا كده مع السودان وغينيا بيساو. خلينا ناخد الناقد الرياضي احمد الهواري. مساء الخير يا كابتن احمد. استاذ فاسكي تحياتي لحضرتك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اول سؤال عارف عايز اسالك ايه؟ انا عايز اعرف رد فعل يعني معسكر منتخب مصر بعد ما عرفوا انهم هيلعبوا كوت ديفوار. بص خليني اكد لحضرتك ان النهارده المنتخب الوطني يعني مستر كارلوس كيروش بدر شويه ميعاد المران عشان يخلي اللعيبه والجهاز الفني يتفرجوا على الماتشين، كان محطوط شاشتين. لا انا هستاذنك برضو صوتك يكون اعلى، مش عارفه دي بروده الجو ولا ايه يعني. طيب حضرتك كده سامعني كويس؟ ايوه كده تمام اتفضل. طيب مستر كارلوس كيروش النهارده فضل ان المران يكون بدري شويه عن الميعاد المحدد ليه عشان يخلي اللعيبه يتفرجوا على الماتشين، ماتش الجزائر وكوت ديفوار وماتش سيراليون، عشان تمام يقدروا يقيموا المستوى الفني للاربع فرق. طبعا المجموعه كانت مجموعه معقده جدا لحد الجوله الثالثه، انت مش عارف هتلاعب مين. يعني المنتخب الوطني في حاله رضا تام عن مواجهه منتخب كوت ديفوار، رافضين هم فكره تهويل المواجهه. منتخب كوت ديفوار منتخب بالنسبه لنا تاريخيا هو منتخب في المتناول. الجهاز الفني واللعيبه النهارده لما اتفرجوا على المباراه هم شايفين ان كان في سوء اداء او تراجع اداء كبير جدا من منتخب الجزائر، وده اللي خلى منتخب كوت ديفوار هو اللي يظهر بالصوره اللي ظهر بيها النهارده. لو رجعنا للماتشين اللي فاتوا في الجوله الاولى والجوله الثانيه هنلاقي منتخب كوت ديفوار ما كانش ظهر بالصوره المرعبه او المنتخب المرعب اللي ظهر بيه النهارده، لا هو ظهر النهارده لان المنتخب الجزائري ما كانش ضعف اداء منتخب الجزائر هو اللي ابرز قوه كوت ديفوار. طيب انا عايزه اعرف، اولا احنا فزنا على كوت ديفوار 10 مرات، لعبنا 10 مرات فزنا منها 9، يعني احنا كده لو بنقول لكابتن كيروش يعني كيروش احنا فزنا 9 مرات على فكره، عايزين نقول له الحكايه دي، فيعني يعني ما هوش حاجه صعبه علينا. بس انا عايزه اعرف دلوقتي ال 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 الاصابات بالنسبه للمنتخب بتاعنا، ايه الاخبار، اخبار الاصابات ايه؟ خليني بس اكد لحضرتك في موضوع الاصابات ده ان بنسبه كبيره ان شاء الله هيكون في استعاده لاحمد ابو الفتوح الظهير الايسر، يقدر باذن الله يلحق بمباراه كوت ديفوار، هيكون موجود كتدعيم قوي للجبهه اليسرى لان هو مفتاح وحل من الحلول اللي بيلجا ليها كارلوس كيروش. حتى الان موقف الونش لم يتحدد، الجهاز الفني دايما ما بيحبش يغامر بالاصابات او باللعيبه المصابين يعني غير لما يتم اكتمال شفائهم بشكل كبير جدا. المنتخب طبعا كان تعرض يعني ضربه قويه بفقد اكرم توفيق في البطوله دي، ومن بعده الونش اتصاب وقبلهم كان فتوح، فيعني احنا محسودين بس الحمد لله بنتجنب اصابات كورونا وده الاهم، لان شفنا منتخبات كتير ومنتخبات كبيره فقدت عناصر كبيره جدا بسبب الكورونا. الحقيقه اعداد كبيره في اوميكرون او كورونا في منتخبات كبيره منها فريق تونس. بالظبط انا كنت في الكاميرون من ايام، يعني مش عايز اقول لحضرتك الاصابات كتير جدا في المعسكرات، فالحمد لله ان احنا بنتفادى ده، وده اللي انا باكد عليه ان المنتخب اللي هيقدر يتفادى اصابات كورونا هو اللي هيقدر يوصل لبعيد شويه لان هيبقى بيستفيد بعناصره الاساسيه في مواجهاته المقبله.
طيب عموما يعني احنا برضو هنؤكد الكلام سواء لكابتن كيروش او للمنتخب، احنا فزنا على كوت ديفوار 9 مرات، يعني التاريخ هو اللي بيقول النتائج دي. نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق الفوز القادم باذن الله. الناقد الرياضي احمد الهواري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.